هذه اللي غادي نقوم بالوصف ديالها والتصوير ديالها كتعتبر من فئة ديال السكن الراقي. شقة واحدة فقط اللي جايب ليكم فيها مساحة ديال 108 متر مربع، ولكن الفصالة ديالها فاش كتدخل ليها كتلوهلة الأولى أن تقريبا في هذا العقار هذا نقدر نقولو 120 أو 130 متر. علاش؟ لأنه كله مفتوح. إذن سيداتي سادتي، معكم طارق من جديد في العروض العقارية، في العروض العقارية المختلفة. كنتمنى تكون كتنال الإعجاب ديالكم. العقار ديالهم جايب لكم مساحات اللي هما مختلفين. هذا اللي كنصور فيه 108 ديال المتر مربع، وكاين كذلك عقار مشابه له ولكن صالونات كبار وغرف كبر منه شوية، كاين 137، وكاين كذلك ديال 151 ولا 150 متر مربع. أما هذا ديال اليوم كما قلت مساحة ديال 108 والثمن ديال 780 ألف درهم، كنهضرو على 78 مليون، ولربما يكون هناك شيء ما من النقاش ومن التفاوض. البلاصة فين كيتواجد هذا العقار هنا بوسط المدينة، أي مدينة كنهضر عليها، تنهضر معكم اليوم من مدينة مكناس. أقدم لكم التحية والسلام، وتنقول لكم شوفوا معايا العروض المكناسية كي دايرة، شوفوا معايا الاتقان والطوق والاناقه وباثمنه اللي ما كنظنش انهم كاينين في مدن اخرى، اثمنه اللي هي جد جد منافسه. هذه الشقه هذه ديال اليوم راه كتواجد في الطابق الثالث فقط، الوحيده اللي كاينه. اما بالنسبه مثلا ديال 150 راه كاينين مازال متوفرين حاليا، وبالنسبه ديال 137 مازال متوفرين في الطابق السابع وفي الطابق الثامن. شوفوا معايا المطبخ كي داير، فيه الفران ديالو، فيه لابلاك ديالو، مصاوب على ثلاثة ديال النيفو، كنهضر على نيفو واحد، نيفو جوج، والنيفو ثلاثة، فيه البلاصة ديال الروبينيت ديالو، بيبان مصاوبين على حقهم وطريقهم، صالون اللي هو متسع وكبير، بداك الديكورات الخشبية. أما بالنسبة للأرض فهي كلها مصاوبة بحال اللي كتمشى رخام، لي دوكو بلازيغ الكبار، داك التروفا الكبار ديال زليش. شقة اللي هي رائعة كما قلت، كتواجد الطابق الثالث تحت العمارات على مقربة من الحمرية، بثمن ديال 780 ألف درهم، 78 مليون. كما أكد لي صاحب هذه العقارة ربما يكون نقاش في هذه الشقة هذه. بالنسبة للعقارة اللي كنتواجد فيها اليوم راه جا في عمارة اللي فيها 6 ديال الطوابق، كل طابق فقط جوج ديال الشقق، جوج ديال البريطمات كاينين في كل طابق. هنا كاين السجور في هذه القنينة ديالنا، السجور سيجور اللي هو كبير، تواب الإنارة ديالو ديال الليل، الديكورات ديال السقف بالخشب. كنستمرو في الجولة ديالنا، كنلقاو عندنا هنايا الحمام، الحمام دوج طوالات، فيه جوج طرومبيل اللي فاصل ما بين الدوش وما بين الطوالات وما بين لافابو. الأبواب فهي أبواب اللي كلها مستورة، داكشي باش قلت في الأول ديال هاد الفيديو من العروض العقارية في مدينة مكناس ما إلا في تطور. وبالنسبة للأرض فيها كلها لفي ولا الإيحاءات كأنك كتمشى على الخشب، فيها هذا النوع هذا ديال زليج ولا النوع ديال لفي زليج، عنده لفي ديال الباركي ولا الإيحاءات ديال الخشب. عندنا هنايا الحمام، فيه المراية ديالو، فيه لافابو ديالو اللي هو عبارة عن مبل، وكاين الطواليت وكاين الباب الفاصل بالزجاج كما شاهدنا في الحمام رقم واحد. باش نهضروا على الثمن بالنسبه للحمريه، بزاف الناس كيسولونا على الاثمنه في الحمريه فين واصلين. بالنسبه للاثمنه ديال الحمريه الان راه ولات واضحه الامور في الحمريه في وسط المدينه ديال مكناس، امور ولات الثمن ولا كيتراوح ما بين 8500 درهم 7500 درهم. هادشي كنأكدوا لكم اليوم ان الثمن في الحمريه ولا واضح ولا باين عند جل تقريبا المقاولين ولا المنعشين العقاريين، كلهم ولا عندهم تقريبا ثمن واحد هو ما بين 8500 و 7500 درهم، وكيكون هناك شيء ما من النقاش. بالنسبه كما كتقولوا بحال دابا مثلا نقولوا العقار ديال اليوم، العقار ديال اليوم تاهو راه الثمن اللي هو جد منافس، الثمن ديال 77 مليون. علاش؟ لقات فقط شقه واحده هي اللي كاينه في هذا العرض. اللي بغى يشوف هذا العرض فما عليه الاتصال والتواصل. كما قلت راه كاين بحال هذا العقار ديال اليوم راه كاين في مساحه اللي هي اكبر، في مساحه ديال 155 متر مربع، مساحه اللي كتكون كبيره
وكاين في مساحه ديال 137 متر مربع. بالنسبه للثمن كيكون هناك اختلاف، كما ذكرت دابا الثمن راه كيكون بالمتر مربع ديال 7500 في هاد الحين كنلقاوه ب 8000 و 8500. هنا الغرفه عندي رقم 2، الغرفه الثانيه عندها البالكون ديالها. لاحظتوا هاد الباب ديال البالكون راه ممكن تخرج من الكوزينه وتجي لهاد البيت، ولا مثلا البالكون الكوزينه راه بالكون اللي هو كبير. عندنا مور هاد الباب هذا كاين الباب كذلك ديال المطبخ، الا بغيتي تدوز له من البالكون كنسميوه بورت كومونيكونت، كتخرج من البالكون ممكن انك تدخل لهاد الغرفه هذه. خاطنا دابا الشيء الاخير اللي نشاهدو هو غرفه الوالدين. كما قلت هاد العماره هذه الغرفه ديال النوم الاخيره، شفنا الغرفه ديال الوالدين راه فيها الحمام ديالها الدوش. اما بالنسبه للموقع كما قلت حمريه بمدينه مكناس على مقربه من لاكار الكبير، كذلك بمدينه مكناس محطه القطار المعروفه بمدينه مكناس. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كثب فمالي الى الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه ورهن الاشاره. كما شاهدنا الغرفه رقم 1 فيها البلاكار، الغرفه رقم 2 ما فيهاش، الغرفه رقم 3 فيها البلاكار ديالها، هما غرف اللي هما كبارين. إذن اعزائي المشاهدين، انتم الى كان عندكم شي عقار بغيتوا توضعوه في البيت فانا رهن الخدمه، رهن الاشاره ديالكم من اجل العمل على بعقاركم. كنقول لكم كان معكم طارق، دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله ان شاء الله.